بنعيش في عالم مليان تعددية وتنوع في الثقافة والحضارات وكمان في الدين، ويمكن تكون بتبص على التعدد ده على إنه دليل على الحرية والاستقلال بتاعك، وده مظبوط. كمان التنوع ده فرصة عشان كل واحد يظهر جمال ما عنده، جمال ما يؤمن بيه. الخطر إن التعدد ده يكون سبب اختلافات، سبب حروب بين دول وبعض، بين أديان مختلفة، بين ناس في الأسرة الواحدة، وده اللي بنسميه التطرف. في بلادنا هتلاقي ثقافات مختلفة وأديان، وداخل كل دين طوائف كتير، والكل طايفة عقائد وثوابت. وبما أننا جوه الكنيسة الكاثوليكية، مهم نعرف إحنا بنؤمن بإيه. علشان كده إحنا النهاردة هنبدأ مجموعة فيديوهات، ده أولها عن عقيدتنا الكاثوليكية، وهتلاقينا في كل الفيديوهات بنستخدم كلمة عقيدة. لكن يعني إيه عقيدة؟ في القانون هو الشيء الحقيقي الثابت اللي السلطة بتعلنه من خلال قرارات أو أوامر. في الفلسفة هي حاجة بتدل على رأي ثابت لمجموعة أو مذهب معين. مثلا في إيماننا العقيدة هي نور من عند ربنا بيكشف لينا الحقيقة علشان نعيش أحسن ونعرفه أكتر وأكتر. يعني العقيدة هي حقيقة إيمانية مش مجرد رأي للنقاش، بنعيشها من ساعة الكنيسة الأولى واللي أعلنتها من خلال البابا والأساقفة وسط الشعب، أو ممكن يقدمها مجمع مسكوني لما بتخص ظروف معينة. وده مثلاً حصل في التاريخ في مجمع نيقيا سنة 325 لما أريوس قال على يسوع إنه مش الله، ورد المجمع عليه إن يسوع إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر. ومن هنا بيجي سؤال، هي إيه أهمية العقيدة؟ العقيدة بتحدد وتوضح وحي الله وتساعدنا على فهمه، لأن الله بيكشف فيه عن ذاته وكمان بيعرفنا أكتر عن نفسنا. أكيد مفيش عقيدة واحدة تقدر تشرح كل الوحي وكل عمل الله وطبيعته وحبه، لكن العقائد مع بعضها بتساعدنا على تحديد الطريق اللي بنمشيه عشان نوصل للآب. مهم نفرق في العقيدة ما بين الحقيقة اللي بتعلنها والصيغة بتاعتها. إحنا مش بنؤمن بالصيغ، لكن بالحقيقة اللي الكلام والصيغة بتقول وتعبر عنه، وبكده نقدر ننقلها ونعلنها ونحتفل بيها وسط الكنيسة وكمان نعيشها. والسؤال هنا، هي العقيدة بتتغير من زمن لزمن؟ يعني بتعجز مثلاً ولازم نجددها؟ أكيد لأ، العقيدة ما بتتغيرش ولو بعد مليون سنة، لكن بفضل الروح القدس اللي موجود فينا نقدر نعبر عنها بطرق كتير بتساعدنا أننا نفهمها أكتر. طب يا ترى بقى إيه مصدرها؟ يعني جات منين؟ حد يعني بيخترعها؟ أكيد لأ، مش بنخترعها، نور الروح القدس داخل الكنيسة بيخليها تشوف حقيقة معينة زي الجوهرة المخفية في حقل، والحقل ده هو الكتاب المقدس والتقليد. ما تفصلش مني، هنتكلم في كل الحاجات دي في المرات اللي جاية. كفاية كده، قبل بس ما نقفل حابب أقولك أمثلة عن العقيدة وأنواعها. في عقائد بتخص الله الأب مثلا، يعني زي الخلق. في عقائد تانية بتخص الابن، إلهيته، بشريته، تجسده. في عقائد بتخص الروح القدس، إلهيته وانبثاقه. أو عقائد تخص أمنا مريم العذراء، زي مثلا الحبل بها بلا دنس. وفي عقائد تخص الكنيسة وأسرارها وإزاي هي واحدة مقدسة جامعة رسولية. كل ده هنتكلم عنه في المرات اللي جاية، والأهم هو إيه معناه وأهميته في حياتك وحياتي. تابعنا وهتعرف إزاي العقدة مش في المنشار.